خلينا نستقبل النجم الكبير كابتن ماهر همام ونرحب بيه ونبارك له طبعا على اول مره بقابله بعد الانجاز الكبير والتاريخي بتحقيق النادي الاهلي اللقب ال11 في تاريخ دوري ابطال افريقيا. مساء الخير كابتن ماهر. مساء الخير يا ابو حميد. والف الف مبروك. ربنا يبارك فيك. الحمد لله. الف مبروك علينا وعلى جماهير النادي الاهلي العظيمه والمنظومه ككل. كان مهم جدا المكسب المعنوي ده مش للنادي الاهلي بس، يمكن للشعب المصري كمان. فيعني جه في توقيته. الناس طبعا قعدت تحتفل يمكن اكتر من يومين ثلاثه بفوز النادي الاهلي، لانه فوز كان والله ما زالت الاحتفالات مستمره. ما زالت حقيقي. طبعا الناس فرحانه قوي بالبطوله دي، يعني فرحانه بالبطوله كبطوله الاهلي بيحققها. الاهلي بيحب، الجماهير الاهلي تحب يعني تحتفل ببطوله افريقيا، خصوصا انها كمان بقى ليها حته زياده شويه انها بتوصل كاس العالم، لكن دي بالذات ليها طعم شويه طبعا مختلف. طبعا يعني مشوارها صعبه يا احمد. النهائي الوداد كل ده حاجات. خليني هرجع اتكلم معاك على الاجواء دي وعلى الظروف بتاعه البطوله وازاي نستفيد بيها ونبني عليها في اللي جاي، بس اسمح لي نروح للنادي الاهلي نطمن مع جمهور النادي الاهلي على تمرينه الاهلي النهارده. زميلنا كريم احمد موجود في اهلي الجزيره ويمكن تابع التدريب النهارده من بدايته. خلينا نتعرف منه على اخبار التدريب واستعداد الاهلي لاستئناف بقى مشواره في بطوله الدوري بدايه من مواجهه حرس الحدود يوم الخميس اللي جاي. يا كريم مساء الخير ومبروك. ما تقابلناش من ساعه ما اتكلمنا اخر مره، كنت في كازا، النهارده بنتكلم وانت في القاهره، بس معانا جبت معاكم وانتوا جايين بطوله افريقيا. اهلا بيك. مرحب بيك طبعا زميلي العزيز احمد سمير، كل التحيه ليك والكابتن الكبير الكابتن ماهر امام وجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. يعني فرحه كانت عظيمه جدا الحقيقه، ويمكن كنا بننقل وبنتكلم مع بعض زميلي احمد هناك واحنا في كازابلانكا وبنقول ثقتنا كبيره جدا في اللعيبه، اللعيبه كانت مركزه بشكل كبير، عشان كده الحمد لله ربنا كافئ الجميع الحقيقه، كافئ مجلس اداره النادي الاهلي على مجهوده الكبير وتوفير كل المناخ الطيب للاعيبي النادي الاهلي، كافئ اللاعبين الحقيقه على اجتهادهم الكبير وحرصهم الكبير جدا ان هم يخلوا الشعب المصري كله وليس جمهور النادي الاهلي سعيد، وايضا كمان كافئ الجهاز الفني الحقيقه وتحديدا مستر كولر. يمكن كان في بعض الانتقادات ليه خلال الفتره اللي فاتت، لكن الحقيقه منظومه متكامله، جيل عظيم جدا، هذا الجيل متميز جدا، حقق ارقام كبيره، بطولات كثيره جدا، ولسه كمان جمهور نادي الاهلي طماع واحنا طماعين، عايزين ال 12 وال 13 يا رب ان شاء الله باذن الله يكون كالعاده النادي الاهلي في انتصارات وفي انجازات، لان قيمه النادي الاهلي كبيره جدا زميلي احمد. لكن انت عارف طبعا كابتن ماهر زميلي احمد، مجرد المباراه بتنتهي والبطوله بتنتهي بكل ما فيها بيغلق الملف تماما من افراح ومن انتصارات ومن اخطاء، وبيركز طبعا النادي الاهلي في القادم، لان القادم مهم جدا بالنسبه لنا وهي بطوله الدوري العام. بطوله الدوري العام ان شاء الله باذن الله احنا شايفينها في مقر النادي الاهلي بالجزيره ان شاء الله باذن الله، عشان كده محتاجين كل الجهد من لعبتنا في خمس مباريات القادمين ان شاء الله باذن الله. احنا عندنا مباريات مؤجله تصل لسبع مباريات، لكن ان شاء الله باذن الله خطوه خطوه عندنا مباراه مهمه جدا يوم الخميس، مباراه الحرس، مباراه مؤجله، ومباراه المؤجله الحقيقه بتكون ليها اهميه كبيره جدا عند الجهاز الفني، عشان كده طيب. ان شاء الله باذن الله بنتمنى التدريبات تكون. فاضل زميلي احمد فضل. دي اول مباراه رسميه للاهلي بعد نهائي دوري الابطال، ولكن طبعا في جزء او مجموعه كبيره استمرت في المغرب عشان تنضم لبعثه المنتخب الوطني، منهم اللي لعب مباراه غينيا الرسمية، منهم اللي رجع القاهرة ولعب مباراة جنوب السودان. طبعا أنا عارف أنه إحنا جانا للتدريبات بداية من امبارح يا كريم، بس عايز أعرف هل اللعيبة الدولية اللي استثناهم أو اللي استبعدهم مستر روي فيتوريا من مباراة جنوب السودان شاركوا؟ عارف أنه بقية المجموعة الدولية بداية من بكرة إن شاء الله هتدخل، تطمنا كده على شكل الأهلي واستعداداته لمباراة حرس يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله. يعني بالتاكيد نقدر نقول النهارده الثلاثي اللي يمكن هياخد جرعه تدريبيه كامله هم الشناوي وحمدي فتحي ومنعم، دول يمكن اللي متواجدين في تدريب اليوم، وايضا كمان يمكن الجهاز الفني والجهاز الطبي، كل طبعا اللعيبه المتبقيه سواء مروان عطيه، ياسر ابراهيم، احمد عبد القادر، كهربا، الشحات، هاني، كل اللعيبه دي يمكن النهارده كانت راحه من التدريبات على ان تكون بمشيئه الله متواجده في تدريب النادي الاهلي غدا، وايضا كمان يصل الثلاثي الضاوي وديانج وكريستو ان شاء الله كريستو وديانج وتاو غدا بمشيئه الله يكونوا متواجدين في التدريب، عشان كده نقدر نقول النهارده ثلاثي بس اللي متواجدين في التدريب بالكامل، لكن ان شاء الله غدا تكون القائمه مكتمله. لكن من الواضح ان مستر كولر هيدي فرصه للجميع الحقيقه، ويمكن الراجل اكد على هذا الامر، الاجتهاد في التدريبات امر مهم جدا، لابد يكون في روتيشن مهم جدا، لان اللود كان كبير جدا والحمل التدريبي كان كبير وحمل المباريات والضغط العصبي كان كبير جدا، سواء للاعيبتنا لاعيب النادي الاهلي وايضا كمان اللعيبه اللي ما لحقتش من كذا الى كذا مره ثانيه الى المنتخب الى مباريات الى هنا، فيمكن مجهود كبير جدا، بنعمل بمشيئه الله المجموعه تكون جاهزه بشكل كبير،
اللعيبه اللي ما بتشاركش تكون مديه بصمه كبيره جدا ان تستحق ان هي تاخد فرصه في المباريات القادمه، مباريات حسم بمشيئه الله. لكن باكد لك النهارده الروح المعنويه مرتفعه جدا، لعيبتنا واضح الرغبه في عيونهم ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه اكثر من رائعه في بطوله الدوري العام. كابتن ماهر عارف هذا الامر، وانت كمان زميلي احمد، بعد البطولات وبعد المباريات الكبيره بيكون في قلق شويه وحرص شويه من المباريات اللي بتالي طبعا البطولات الكبيره. لكن ان شاء الله باذن الله بالوعي والخطه المميزه جدا والاداء الفني الحقيقه المميز جدا من الجهاز الفني وتحديدا مستر كولر بمشيئه الله، ان شاء الله مباراه الحرس تكون انطلاقه قويه جدا لفريق النادي الاهلي. النادي الاهلي مستمر في تدريباته ايضا كمان غدا في تمام السادسه، ومنها ان شاء الله حتى موعد المباراه. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي. هنتابع معاك يوم بيوم طبعا، ونحاول ننقل صوره استعدادات الفريق من ملعب مختار التتش يوميا. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم احمد. هي بقت قاعده كريم، انت عارف يعني بعد ما ناخد بطوله افريقيا بنيجي هنا لازم يبقى في كده ايه كالتشر شوك. نزل من بطوله دوري ابطال جاي تلعب في بطوله الدوري، لازم يبقى في مفاجاه. بس ان شاء الله مع كولر القصه تتغير. وخليني ارجع ارحب مره تانية بكابتن ماهر. اجواء ما بعد البطوله كيف تكون يا كابتن ماهر؟ يعني فكره طبعا انا عارف انه اللعيبه باصه لبطوله افريقيا، وخصوصا البطوله دي النسخه دي، انا بطوله كبيره وبطوله صعبه وبطوله فيها مشقه وكان الله في عون اللاعبين الحقيقه. لكن زي بتيجي تنقل الدوري مره تانية بيبقى في دروب، وشفنا ده حصل يمكن في النسخ الاخيره من مشاركاتنا في دوري الابطال. هو يا احمد التحدي اللي كان موجود عليه اللعيبه والجهاز الفني بصراحه كان تحدي واضح قوي، وكان في اصرار ان البطوله دي مش هتخرج من الجزيره. طبعا احنا عانينا بصراحه قبل كده، لكن مباراه القطن يمكن كانت المباراه اللي تقدر تقول فتحنا من خلالها. يعني كان في شكل واداء واهداف وكهرباء الهاتريك، فكان واضح ان مباراه القطن مفتاح سبحان الله. استعاده التوازن زي ما انت قلت، وفي نفس الوقت كمان ربنا كرمنا في مباراه السان داونز مع الهلال السوداني. ربنا سبحانه وتعالى يعني بعد ضربه الجزاء كل الجماهير الاهلاويه والمصريه قالت البطوله للاهلي، ولسه كان في مشوار، ومشوار صعب طبعا طبعا. لكن احساس ده الصعب كله كان لسه ما جاش بالظبط، يعني الصعب كله يعني كان لسه سهل اقول ممكن راح والحمد لله رب العالمين ربنا وفقنا فيه، لكن الصعب كان هو اللي جاي. لكن احساس الناس كلها النادي الاهلي هياخد البطوله، النادي الاهلي هيروح. لا اقول لك بصراحه غير الاهلاويه، بره الاهلاويه احساس الناس كلها كان نفسهم انه ضربه الجزاء دي تدخل عشان الاهلي ما يكملش البطوله. ربنا سبحانه وتعالى يعني عايز اقول لك يا احمد في ضربه الجزاء دي على فكره يا كابتن، انا اسف كابتن ماهر، في ظن دلوقتي الكلام ده مش عندنا في مصر. انا باخد الكلام ده من تونس، من المغرب، من 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 الجزائر، من جنوب افريقيا، الفرق الدول اللي فيها فرق بتنافس على البطوله. يعني يقول لك انه لو الاهلي خرج من البطوله فرص كل الفرق فيها متساويه، صح؟ مستوى الطموح والدوافع عند معظم الفرق التانية بيزيد بشكل كبير جدا لو الاهلي ما بيلعبش في البطوله. صح. دي ودي حقيقه اللي انت قلته ده. النادي الاهلي بقى ما شاء الله يعني بقى بعبع زي ما بيقولوا للفرق الافريقيه وشمال افريقيا بالذات. فانت النهارده هم عشان يحصلوا على بطوله شمال افريقيا اللي مركز معانا بشكل كبير عايز الاهلي يخرج، صحيح، عشان امور بالنسبه له تبقى يعني اسهل ويقدر ان هو يحقق بطوله. لكن وجود الاهلي بيمثل عبء كبير جدا عليهم يا احمد. حتى بتبص على الفرق وهي بتقابلك في نوع من الخوف، في نوع من يعني انا مش عايز اشوف الاهلي اقابله. انا فاكر في فتره من فترات كابتن ماهر في الكوره في مصر يعني كان بيتقال عقده شمال افريقيا انديه ومنتخبات، الاهلي بالظبط قلب الصوره 180 درجه. يعني انت من قلب تونس خدت بطولتين، واحده من الصفاقسي وواحده من الترجي، ومن قلب الدار البيضاء خدت بطولتين، واحده صحيح من كايزر تشيفز مش فريق مغربي، وخدت واحده على حساب الوداد. فانت تحولت انك انت اللي بقيت العقده بالنسبه للانديه في افريقيا. بالظبط، ودي كانت زمان يمكن كانت بنعاني منها احنا كمنتخبات كمان. لكن النهارده الاهلي غير الصوره، غير الخريطه بشكل كبير جدا بصراحه. يعني يعني الاهلي بقى في حته تاني زي ما بيقولوا. الاهلي بقى عنده خبرات افريقيه بشكل كبير، يعني داخل مصر وخارج مصر. اللعيبه بقى عندها ثبات انفعالي بشكل كبير جدا، وعندها اصرار، خصوصا لما بيبقى مباراه خارج ملعبهم فيها 50 60 الف متفرج. لعيبه النادي الاهلي تبقى واقف على رجليها. خد بالك برضه انت بتتكلم على مدرب حديث العهد بافريقيا، يعني سيبك من الامكانيات والقدرات والسي في والكلام ده كله، اوروبا شيء طبعا وافريقيا شيء طبعًا اخر. فكون الراجل حقيقه في اول موسم ليه ينجح محليا وقاريا بالشكل ده، اعتقد برضه انه
كولر اثبت جداره كبيره جدا. انا شايف ان كولر ذكي جدا وهيد كوتش يعني على اعلى مستوى وبيقرا بيذاكر بشكل كبير يعني، وبدا يفهم منتاليتي وعقليه شمال افريقيا وافريقيا ولعيبه النادي الاهلي، وبدا يشتغل على الكلام ده. فكل استراتيجيته يا احمد في كل مباراه ليها طابع خاص. ايوه يعني ده بياكد لك ان الراجل عايش ومتعايش بشكل كبير جدا، وبينقل للعيبه الثقه دي. يعني الراجل عنده ثقه كبيره جدا في ادائه وثقه في لعيبته اللي هي كانت بتنفذه اللي هو عايزه. فواضح قوي ان الراجل عنده استراتيجيه جميله جدا بيشتغل عليها. كل مباراه بيفاجئنا بشكل واداء وتشكيله وطريقه لعب وسيستم. يعني راجل فعلا التدوير اللي عمله في الاول احمد وبعدين رجع تاني للثبات. احلى ماتشات كولر، احلى ماتشات كولر في افريقيا عجبتك انت شخصيا؟ انا القطن يعني عجبني جدا، لان كان يعني تقدر تقول ثقه كبيره جدا من لعيبه النادي الاهلي، واول مره احنا خارج ملعبنا زي مباراه الترجي يليها. ايوه انك انت تكسب بالسكور ده. هناك ولا هنا؟ لا هناك. هناك يعني اربعه في القطن وثلاثه في الترجي. لا النادي الاهلي بقى يعني جديد علينا. احنا كانت مباراه بتبقى معقربه 0-0 1-1، انت عارف المباريات الكبيره بالذات بتبقى النتائج فيها بتبقى صعبه قوي قوي، يعني زي مباراه الوداد الاخير. يعني الناس قالت لك الوداد ممكن يكسب هناك، الاهلي هنا كان ممكن السكور يزيد اكتر من 2-3، ضيعنا فرص يا جماعه. والناس بدات جمهور الاهلي يقول لك لو جبنا التالت كنا خلصنا، وانتوا كده ليه قلقتونا، وهناك في جماهير وضغط و و و كل الكلام ده كان على جنب. والاهلي ماشي في طريقه، وبعد المباراه الاولانيه اللي هنا الراجل قال للعيبه انا عندي ثقه كبيره جدا فيكم ان احنا هنجيب الكاس من هناك. ايوه فدي حاجات كلها طبعًا بتاكد ان الاستراتيجيه الراجل شغال عليها يعني حاجه جميله بصراحه. انتهت البطوله من هنا، واتكلمنا او اتفتحت ابواب الانتقالات والعروض والملايين، وابتدى يتقال كلام على معظم نجوم النادي الاهلي ان هم تلقوا عروض، او ان في بعض الصفقات حسمت بالفعل، او الاهلي قال فيها كلمته بما فيهم كولر. على فكره كولر برضو واحد من الاسماء اللي اتقال انه جاله عقود، وانه يعني ممكن يبقى بره الاهلي. يعني هل تعتقد انه بعد في توقيت بتحصل فيه على بطوله افريقيا، وتوقيت بتتكلم فيه عن رحيل اسماء، قدوم اسماء، اسماء مرشحه لعدم التجديد، كل الكلام اللي بيتقال على فكره القائمه بتاعه الموسم الجديد ده يعمل مشاكل جوه اوضه اللبس وانت لسه عندك بطولتين مهمين زي الدوري والكاس؟ بص يا احمد، طبعا بعد الانجازات اللي عملها النادي الاهلي ده الطبيعي، العقود تنهال على اللعيبه دي، زي ما احنا شايفين الدوري السعودي قريب مننا بيحتاج لعيبه بمستوى النادي الاهلي، الدوري القطري نفس الكلام، الدوري الاماراتي. فواضح قوي ان طبعا لعيبه النادي الاهلي تحت المنظار، لعيبه النادي الاهلي مطلوبه مش حتى كمان في الدورات العربيه وان كمان يمكن الاوروبيه. صحيح. فده بياكد ان لعيبه النادي الاهلي نضجت بشكل كبير جدا، وكل لاعب بقى مؤثر. يعني عايز اقول لك النهارده مثلا الناس كلها عملوا الحمد فتحي خلاص، يعني انتهى مع فكره انه اللي يجي عرض في اسماء تعوض واسماء لا تعوض، في مراكز تعوض ومراكز لا تعوض يا كابتن. طبعا طبعا، انا بتكلم على ان حمدي فتحي قوه ضاربه في نص الملعب بصراحه، تفرق معانا ومع منتخب مصر بشكل كبير يعني. ف انا ضد احمد ايه، انا عايز احافظ على الكيان، عايز احافظ على المجموعه، عايز احافظ على التشكيله، الخريطه اللي رسمها مستر كولر. اي حد هيخرج منها هياثر، اي حد هيخرج منها. خد بالك كابتن ماهر من حاجه مهمه جدا. يعني حمدي من اللعيبه اللي انا بحبها بصراحه، ومحدش يختلف على امكانياته، يعني مسمار نص ملعب. لكن يعني، وده ينطبق على الجيل ده، مش حمدي لوحده، على الجيل ده كله بالزبط. وعلى الجيل اللي قبل وعلى كل الاجيال اللي قبل منه، مفيش حد مشي من يعني جيل اهلي ومشي من الاهلي من غير ما يكون في حته ثانيه خالص. مظبوط ولا لا؟ طبعا طبعا. يعني طبعا. يعني اللي حصل مع حمدي والنقله اللي وصلته منتخب، واللي وصلته انه يبقى واحد من اهم اللعيبه على مستوى قاره افريقيا، ما كانش ممكن تحصل غير جوه الاهلي بالظبط، هو يعني الاهلي او اللي شبه الاهلي برضه. يعني او اللي شبه الاهلي. فانت بتعمل اسماء وبتعمل نجوم، وده جزء النهارده بقى زي ما بيقولوا ان الرياضه بقى جزء منها صناعه، ده جزء فكره صناعه النجوم وقدرتك على تطوير مستوياتهم وقدرتك على الاستثمار فيهم وجني المكاسب من ده والاحتراف اللي احنا موجودين عليه. ايوه
بقيه الارقام طبعا اختلفت بشكل كبير جدا. ده أرقام الارقام في الخليج. انا بيتهيألي السوق المصري قدامه او الانديه المصريه قدامها فرصة كبيرة جدا، لأنه الأرقام اللي النهاردة بقينا بنسمعها في الخليج 100 مليون و200 مليون و300 مليون تخلي فيه للسوق للعيبة المصرية فرصة كبيرة جدا في الاحتراف حتى على مستوى الخليج، اللي بيتهيألي المسابقات عندهم كمان بالذات في السعودية هتروح في حتة تانية. يعني أنا شايف يعني ممكن يكون العروض اللي موجودة 3 4 عروض للعيبة النادي الأهلي، ممكن النادي الاهلي يعني يسمح بعقد عقدين، لكن اكتر من كده احمد انا يحصل شايف يحصل خلل في الفريق. طبعا انا شايف ان انت عندك بطولات جايه وبطولات صعبه جدا وبطولات ليها قيمه بصراحه. ده معناه من كلام حضرتك انه الاسماء اللي هتمشي مفيش حد يملى فراغها او يعوض مكانها من وجهه نظرك؟ يعني خلينا نتكلم محليا لانه ممكن بره الاقي، لكن محليا هيبقى، لان احنا جربنا التجربه يعني احنا جربنا التجربه بتاعه الموسم الماضي يعني يعني مش عايزين نذكر اسماء، لكن كان عندنا الجانب راس الحرب اللي كنا محتاجين فيه. جبنا لعيبه ولعيبه مميزه جدا كانت في فرقها وسكورر وبتجيب اهداف، لكن يعني مع ضغط النادي الاهلي وشخصيه النادي الاهلي ما نجحتش واكتر من عنصر يعني. فدي تجربه كانت بالنسبه لنا احمد واضحه يعني، والراجل حضرها من اولها مستر كولر يعني، وبصراحه حاول انه يدي فرص للعيبه مره واثنين وثلاثه واربعه، ومنهم سافيو كمان اللي احنا الراجل البرازيلي اللي احنا جبناه يعني الراجل اداله فرص كتيره جدا جدا، لكن ما تاقلمش مع لعيبه النادي. عشان كده انا بقول طول ما انت عندك الخريطه اللي انت ماشي عليها وراسمها واللعيبه اللي انت بتدورها ومثبتها، لما يخرج عنصر او اتنين وخصوصا في مكان صعب يعني، يعني العروض عندنا في اماكن احنا عايزين نزود عليها يعني، مثلا محمد عبد المنعم جاي له مثلا عقد او جاي له عروض في المكان ده اللي احنا بدانا نثبت محمد عبد المنعم وبدا يظهر بهذه الصوره، فصعب جدا انك انت في اماكن يا احمد صعب جدا انك انت تعوضها وتعوضها كمان. نص الملعب نفس الكلام يعني، انت عندك اقوى نص ملعب موجود في افريقيا وفي العالم العربي. مين عم ده من سنتين ما كانش حد يعرفه صح ولا ايه؟ بالظبط يعني من سنتين بالظبط هنتكلم على نقله او كبيرة. خطوه مش خطوه دي خطوات كبيره جدا خدها منعم في كبيره جدا جدا جدا. اولا مستر كولر ليه جزء كبير جدا في الجزئيه دي، والولد كمان محمد اشتغل على نفسه بشكل كبير بصراحه يعني. وكمان الاهداف اللي بيسجلها احنا بس عايزين نذكر الناس ان هو ابننا كان بيلعب في المراحل السنيه كان بيلعب راس حربه. ايوه كان راس حربه فطبعا عنده الحس التهديفي. فلما بيروح في الحاجات المؤثره عارف الاماكن اللي يقدر يخطف. ده هو راس حربه. راس حربه انا قلت انه راس حربه بدرجه مدافع. بالظبط هو راس حربه بدرجه مدافع. دي كمان ميزه. بيتحرك كويس قوي جوه الصندوق. رغم انه مش طويل. التيك اوف بتاعه هايل. التوقيت بتاعه هايل. حساسيه اللعبه بالدماغ دي انت كنت يعني تسيد العارفين يعني على كابتن يعني مهاره يا احمد صعبه جدا. وبعدين الكروس ده الهدف ده يعني الوضع التشريحي العلم التدريب يقول لك يخش في الزاويه الضيقه جاي من هنا يخش في دي جاي من هنا يخش في دي راحت في اللي هناك ده اسمه سنس عالي قوي بالظبط سنس وباني حته بقى يا احمد مش بديه ولا بديه دي من فوق يعني عارف انت مهاره رهيبه صحيح فطبعا بنحيي مع كورسات معلول برضو اللي ياخد كريدت بصراحه طبعا هم دويتو بقهم في حاجه جميله يعني التحرك وبعدين الرؤيه وبعدين ازاي بيستناه وبعدين بيبدا يحط رجله وهو بيجي محمد بقى في التوقيت يعني كل ده بيبقى جمل بيشتغلوا عليها ومؤثره بشكل كبير جدا ومحدش يعملها الا اذا كان متقن يعني اذا كان لعيب كوره عنده السنس وعنده الحس صحيح الجميلة. مهمه كابتن سيد عبد الحفيظ في اللي جاي صعبه احنا طبعا اتعودنا على كده وعشت على كده سيد بقى له 12 سنه بعيني بيعاني مفيش سنه فيها راحه مفيش سنه خد فيها نفسه ودي ميزه يعني انا عايز ارجع لما الناس كانت بتهاجم الجهاز المعاون وبتهاجم مدير الكوره لازم يرحلوا سيد عبد الحفيظ كفايه وسامي قمصان كفايه يا جماعه الثبات والخبرات للناس دي والنضج اللي عليه بيساعدوا الراجل بشكل كبير ازاي بقى بوصل كابتن سامي قمصان على فكره مش واخد الكريدت اللي يستحقه وناس كتير او واحد من يعني مش عايز اقول جندي مجهول لانه كابتن سامي طبعا ليه دور كبير جدا مع الفريق مع اكتر من جهاز فني تولى المسؤوليه لكن الحقيقه بيقوم بمجهود كبير جدا وده دورنا
يعني انا فاكر الكابتن صالح سليم اول ما اشتغلت مع الفريق الاول في كاده مستر هولمان في بدايه 95 96 قال لنا انا وثبت البطل الاكرامي انا عايز الراجل ده ينجح. قال انتوا عارفين تنجحوه ازاي؟ ايوه. فهي احنا دورنا ولاد النادي ان احنا نبقى في ظهر الراجل ده، ازاي نحافظ على الراجل ده، ازاي نوصل للراجل ده كل المعلومات اللي هو محتاجها، ازاي نوفر المناخ السليم للراجل ده بدون مشاكل وبدون صراعات و و و عشان الراجل ده ينجح. احنا ما شفناش سامي مره طلع بقى في كتف الراجل الا لما الراجل يطلبه، ينادي عليه سامي عشان يقول مثلا حاجات تعليمات بالعربي، الراجل مثلا ممكن يكون بالانجليزي او الالماني مش واصل للعيبه او المترجم مش موجود معاه، فدور سامي ان هو يوصل المعلومه للراجل. فكلها حاجات يعني جنود مجهوله بتشتغل ورا الراجل محدش بيحس بيها، لكن دورهم كبير جدا 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 في الفرقه احمد طبعا، وعليهم لود كبير جدا، وازاي زي ما قلت لك يوفروا المناخ الطبيعي للراجل ده عشان الراجل ده يقدر يطلع لنا الحاجات الجميله اللي بيعملها. حتى اللعيبه النهارده لما كريم بيجيب، لو تشوف اللقطات بتاعت اللعيبه وهي بتضحك وهم بيجروا وبيعملوا مجهود كبير جدا جدا يا احمد في التدريبات، بص مبسوطين سعداء حاسين بالطمأنينة، حاسين بالمكسب، حاسين بالثقة، حاسين بص ابتسامة السلية مع عبد المنعم، بص الشغل الشاق يا احمد، الشغل الشاق، وبيعملوه بايه؟ بيعملوه هم مستمتعين وعارفين ان ده هو اللي هيحميهم، عارفين انه ده اللي هيحميهم في الملعب، هو ده اللي هيخليهم يقدروا يجروا، يخليهم يقدروا ينطوا، يقدروا يدافعوا، يقدروا يهاجموا. حاجات كلها جديده علينا. صحيح صراحة. بعد المجهود الكبير اللي اتبذل في بطوله افريقيا، وبالتالي ماراثون الوداد كان صعب جدا ذهابا وايابا، فتره راحه مده اسبوع قررها مستر كولر، 9 لعيبه من الاهلي راحوا منتخب مصر، منهم اللي شارك في ماتش غينيا، منهم اللي شارك في ماتش جنوب السودان. شايف التعامل مع المرحله اللي جايه بالذات، انا هركز قوي في نص مشوار الدوري المتبقي، لان النص ده كفيل بحسم اللقب، وبعده بيتهيألي هيبقى في كلام تاني خالص. شايف التعامل مع قصه المنافسه على بطوله الدوري ازاي، بدايه من ماتش حرس الحدود، وايه اللي انت مستنيه من مارسيل كولر في البدايه او انطلاقه المشوار بتاع الدوري؟ المنافسه ما زالت موجوده والحسم لسه، يعني احنا طبيعيين جدا في التعامل. الراجل قال بتعامل مع كل مباراه باحترامها، باستراتيجيتها، بخطتها، بطريقتها، بلعبتها. هنركز على موضوع اللعيبه بقى احمد، دي فرصه للعيبه اللي هي ما خدتش. ايوه. فرصه لمستر كولر. بدايه من ماتش حرس الحدود. طبعا. شايف ان في لعيبه لازم تاخد. لازم ليه بقى؟ لان انت عندك لعيبه اللي جايه من المنتخب يا عيني الله يكون في عونها، يعني بصراحه خلصت افريقيا وطبعا على طول ومنتخب وبعدين ولعبوا كمان وشاركوا. يعني معظم لعيبه النادي الاهلي الثمانيه اللي موجودين شاركوا مع المنتخب في المباراتين غينيا وجنوب السودان. ايوه، هو رايح ماتش جنوب السودان رايح حمدي ومنعم والشناوي، يعني ثلاث لعيبه، لكن باقي برضك شارك. فالنهارده فرصه للعيبه تاخد فرصه، بمعنى انت عندك لعيبه الحمد لله رب العالمين قدرت يعني تتعاقد معاها في الفتره اللي فاتت، زي مثلا خالد عبد الرحمن من اللعيبه برضك لازم تاخد، خالد عبد الفتاح لازم تاخد فرصه بشكل كبير جدا. القندوسي برضك لاعب، ايه رايك في القندوسي؟ لعيب كويس، لعيب هايل، محتاج بقى ياخد ويندمج. والراجل اتكلم ويمكن كان عتاب بين كولر وقندوسي في حته بس الجانب الدفاعي يا احمد، هو طالب منه ان هو الجانب الدفاعي يزيد شويه. ايوه، عشان يبقى هو عنده الشقين الدفاعي والهجومي يكتمل مع شغل طبعا كولر وشغل اللعيبه. فقندوسي بردك مهم جدا، احنا نشوفه الفتره دي الولد بتاع تونس كريستو، محمد ضاوي كريستو، محمد ضاوي بردك محتاجين ان احنا نشوفه متولي، محتاجين برضك انه ياخد. متوقع يبقى في تغييرات ان شاء الله؟ انا متوقع ان الراجل من خلال التدوير ومن خلال اعطاء الفرص، ليه بقى كمان يا احمد؟ لان هو حتى يستقر بعد كده على اللعيبه دي، يعني لو هو عنده تقرير فني هيقدمه لكابتن محمود الخطيب او لجنه التخطيط، فلازم يبقى كل الناس اتشافت، يعني كل الناس خدت. انا اتمنى التقرير ده اتكتب ايمن اشرف ولا يبقى لسه موجود. هيكتب ايمن اشرف، اتمنى ان ايمن ياخد المباراة اللي جايه ويحكم عليه الراجل، يعني يقعد او يرحل. وانا شايف ان ايمن من اللعيبه اللي احنا محتاجينها بشكل كبير جدا، خصوصا في حته الباك ليفت، خصوصا ان علي يعني بين تونس وبين مصر، ففي اوقات بيبقى في اجهاد على علي، محتاجين حد يبقى في المكان ده
انا شايف ان ايمن الفتره اللي فاتت دي لما بياخد باك ليفت هو برضك بيقدر يلعب باك ليفت لانه جوكر ولعبها قبل كده مع المنتخب مصر وبعدين لعيب قوي مدافع يعني صلب فاتمنى ان القصة ايمن القصه هنا بتبقى في ايد مين اكتر يا كابتن ماهر يعني مش بيتهيألي انه اي لاعب يقدر يجبر اي مدير فني طبعا او يقنع اي مدير فني بانه موجود او انه مش موجود انه اساسي او انه مش اساسي الدور هنا بيبقى على اللعيب اكتر من اي حد تاني بالظبط زي ما تفضلت كده احمد دور اللعيب هو اللي بيلفت نظر الراجل هو اللي بيخلي الراجل يبقى يعني عنده عاطفه شويه ان شايفك ملتزم ما بتتكلمش بتشتغل بقوه الشغل هنا بتركيز في التقسيمات تحت بتحس بشخصيته ده بيجبر المدرب ان هو يعني يلفت نظره للاعب في حاجه تانية كمان الراجل واضح انه ديمقراطي يعني بياخد برضك راي الشورى اللي موجوده معاه ويمكن اهم اثنين انا في رايي بياخد رايهم الراجل بتاع الاحمال والراجل بتاع التغذيه لان في بعض اللعيبه مع الاسف ما متسالتش تلاقي ودي من ضد الحاجات اللي خلت الراجل يعني يغير موقفه فبتاع الاحمال وبتاع التغذيه بينقلوا الصوره للراجل كل تدريبه وكل مباراه وكل معسكر فانا شايف ان دي حاجات من ضمن اخترت ايمن اشرف ليه يا كابتن ماهر ايمن يعني ايمن انا بحس انه لعيب راجل ابن من ولاد النادي الاهلي غيور يعني مدافع قوي لما بتطلب منه يلعب في مكان المساك واحنا ده المكان ده كنا محتاجينه عشان حد بيلعب برجله الشمال بيأديه بشكل جيد جدا كان لما بتطلب منه يلعب باك ليفت بيلعب باك ليفت لكن افضل من اي حد بيلعب في المكان ده فانا شايف ان ايمن يستحق الفرصه بصراحه وبعد كده خلاص يبقى قرار الراجل بقى خلال اربع مباريات الباقيين دول في حد تاني يستحق فرصه هتكون فرصه تالي اخيره لانه احنا بنتكلم على ان الموسم نهايته بتقرب فبالتالي اذا كنت هتقيم او انك انت محتاج تشوف او انك انت محتاج تدي فرصه اخيره هيبقى الوقت ده شايف مين تاني انا اتمنى مش عايز اقول فرصه اخيره بس انا عايز اقول فرصه لشريف كمان شريف محمد شريف بصراحه محتاجين محمد بصراحه يرجع محمد شريف اللي هو كان في بدايه الموسم اللي فات ففرصه لمحمد شريف ان هو مش عشان يستبعد الله يقدر لا عشان يبقى احنا عندنا منافسه في المكان ده حتى لو هجيب راس حربه تاني المكان ده احمد محتاج اكتر من راس حربه طبعا الموسم بتاعك طويل المكان صعب جدا وفي خبط ورزع ومدافعين بيخبطوا و و فانا بتمنى ان محمد شريف يعني يعود وانا عارف ان محمد شريف لعيب عنده ثقه وعنده حاجات كثيره جدا ويمكن الفتره اللي فاتت الاعداد النفسي اللي بينه ومستر كولر هو ده اللي محتاجينه بقى اللي في بعض اللعيبه كولر راهن عليها زي بتستاو زي كهربا زي الشحات فانا شايف ان شريف ان شاء الله الرهان عليه في المباراه اللي جايه وباذن الله يكون يعني هداف ويرجع لشريف اللي احنا تعود عليه من المحترفين الاجانب صفوف النادي الاهلي كابتن ماهر همام يحافظ عليهم كلهم ولا قد يستغنى لاي سبب من الاسباب ممكن السبب يبقى انه المستوى الفني مش المأمول او المطلوب او انه في عرض مالي كويس جدا وفرصه كبيره جدا لاحتراف اللاعبين الاجانب دول مين ممكن يقبل كابتن ماهر الاستغناء عنه ومين يتمسك ببقائه مع النادي الاهلي انا اتمنى ان انا يعني اتمسك بالمجموعه اللي موجوده يعني انا ضد يعني ان انا تغير ضد التغيير ليه بقى لان انت خلاص يعني حفظت استراتيجيه الراجل وعقله كل المجموعه بدون نضيف عليها بقى نتمنى نضيف عليها راس حربه يعني تحتفظ ببرونو سابيو بمعلول بديانج بالظبط ببيرسي تاو بقندوسي بكريستو يعني اتمنى الاضافه تكون مكان راس الحربه واذا كان في جناح زي ما الراجل كان بيتكلم ممكن خلال الفتره اللي جايه يعني يعملوا فرق كبير جدا خد بالك يا احمد طول ما انت يعني بتستغنى عن حاجات قليله قوي قوي تفرق معاك لان خلاص الناس حفظت شغلك وتعودت عليك وعلى الطريقه و و و فانت النهارده رايح لحته اصعب من اللي انت عديتها الحفاظ على على القوام الاساسي بالظبط السماح برحيل في اضيق الحدود قوي لكن الراجل متمسك بعدد من الصفقات في بعض المراكز اللي هو بيحتاجها من وجهه نظر كابتن ماهر ومن واقع مشوار الاهلي في افريقيا ايه اهم المراكز اللي يجب تدعيمها قبل بدايه موسم جديد
هو شايف انا موضوع راس الحربة ده هو يعني اللي عمل لنا راس الحربة شغل الشاغل. واذا كان في جناح ناحيه الشمال برضك ممكن يكون من ضمن الصفقات اللي الراجل يقدر يدفعها خلال الفتره اللي جايه. من بره مصر ولا من جوه مصر؟ لا انا شايف من بره مصر. الاثنين من بره مصر. في الحاله دي لازم تستغنى عن يعني لو هيبقى واحد تحت السن واحد فوق السن يبقى لازم هتستغنى واحد عن واحد من المحترفين عندك. يعني لكن موضوع راس الحربة ده احمد مهم جدا جدا انك انت لازم تضيفه في خلال الفتره الجايه مع المجموعه الجميله اللي احنا قدرنا نستقر عليها اللي هي حوالي يمكن 23 لعيب حارس المرمى 25 لعيب. ستايل راس الحربة من واقع المحترفين اللي لعبوا في الاهلي قبل كده او من واقع المحترفين او اللعيبه الافريقيه اللي شفتهم في بطوله افريقيا نسخه الموسم الحالي؟ يعني احنا برضك يا احمد خد بالك الافارقه اللي كانوا موجودين في الفرقه اللي احنا قابلناها ما شدوناش قوي يعني مفيش حد ما شفناش راس حربه يعني يلفت الانتباه بالظبط. قدر بقى يجيب فينا جول في ملعبه وجول في مصره وراح شمال افريقيا عمل نفس الكلام يعني ما شفناش حد ولا في الكونفدراليه ولا مش متابع الكونفدراليه؟ لا مش متابع الكونفدراليه. فنتمنى انا سامع ان في يعني هو في في ملف واثنين في ملفات كتير ده طبعا شغل لجنه التخطيط وكمان شركه الكوره كابتن عدلي طبعا الناس شغاله مع هاني هو انا يعني في اللي جاي جديد اعتقد انه ده التوقيت المناسب لمناقشه وطرح كل الملفات لان تتكلم على انه معظم المواسم او البطولات المحليه في كل دول العالم انتهت بالفعل وهو ده موسم الانتقالات الافضل فاي تاخير عن ده ممكن ياثر بشكل كبير جدا على تكلفة الصفقة وعلى جودة العنصر اللي انت بتدور عليه او بتحاول انك انت يعني تشتريه عشان يكون معاك في الموسم اللي جاي. فبالتالي هو افضل توقيت لمناقشة العروض المقدمة او الاسماء المطروحة على النادي الاهلي هو التوقيت الحالي. على كل الاحوال بنستمتع بيك دايما كابتن ماهر. كانت فرصة ان احنا نتقابل ونقول لك مبروك الف مبروك وباذن الله قريب جدا ان شاء الله. احنا الموسم ده بنحلم بالسبعية باذن الله من هنا لاغسطس عندنا ثلاث ألقاب يقدر الأهلي يحسمهم البطولة الدوري بطولة الكاس والبطولة الدوري هي البطولة أقرب طبعا وإن شاء الله من بعده كاس مصر ومن بعده نروح لمواجهة اتحاد العاصمة في 13 أغسطس بطولة سوبر أفريقيا بإذن الله ويكون مستر كولر حقق العلامة الكاملة ويبقى بداية موسم جديد إن شاء الله بإذن الله في أفضل ظروف ممكنة مع الصفقات الجديدة والتدعيمات الجديدة نشوف أهلي مبهر إن شاء الله قادر على المنافسة على السوبر ليج على كاس العالم الأندية وطبعا على كل البطولات القاريه والمحليه اللي بنافس فيها ان شاء الله. نورت الدنيا يا كابتن ماهر. ربنا يبارك فيك. مبروك مره ثانيه. الله يبارك فيك. بشكركم على المتابعه وتحياتي ليكم. بكره نتقابل في نفس الميعاد حلقه جديده السادسه.